بس كتضرب ما كتقطعش السلك ديال البني ضروري تبقى تضرب يديك طويله ما تبقاش تضرب غير حدا وطلع شحال ما هبطتي يديك وطلعتي مزيان يعني دابا هو السلك هكا من بدو مازال ما تقطعش هو راه كيسخن ملي كيسخن كيولي خطر يقدر الا تقطع الله يستر كيجيك في يديك يحرقك قوة السخونية هو دابا تقطع والسلك باقي هو هو نفس الطول هي الطول شحال ما كان السلك طويل تقدر تضرب يديك طويلة ما تخافش كاين كيبغي يدير الكابل ديال الفران كيقطع الكابل ديال الفران ولكن دابا حنا كنخدمو بالبوجود يعني ما عاد خصنا نمشيو نجيبو حنا كابل ديال الفران كنخدمو بالسلك ديال البني يعني غير السلك هذا ديال البني راه كنقضيو به الغرض هذا.